وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد خالد علي الأمين، رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة التجارة وصناعة البحرين. مساء الخير سيد خالد، وأهلا بك في نشرة الثالثة. لو تطلعنا على أهم وأبرز أهداف الوثيقة التي وقعت من قبل أكثر من 200 توقيع لتثبيت الأسعار المطروحة وسط الإجراءات التنظيمية. مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. احنا في البحرين شهر رمضان مبارك طبعا لا طبيعة خاصة، الامر اللي يستلزم تكثيف الاستعدادات والتأهب بقطاع الأغذية خاصة في جميع انحاء البحرين من وقت للسيطرة على الاسعار بسرعة قبل بداية الشهر الكريم. ومثل ما يعرف الجميع ان البحرين ليس بمعزل عن العالم او بمعنى عن التاثير السلبي بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه وتاثيرها على اسعار الغذاء والنفط في العالم. نحن نعمل على تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ضروره توفير السلع الغذائيه للمواطنين باسعار مناسبه. الهدف الاول من الاجتماع كان استعداد التجار ونقاط البيع لرمضان وتذليل كل الصعاب اللي تواجههم بالتعاون مع الحكومة الموقرة. الوثيقة وثيقة شرف وقعها 202 تاجر وطوال الأعوام السابقة الماضية التزموا فيها تماما، لكن مع ذلك لن نسمح باستغلال أي ظرف كان لرفع الأسعار. نراقب الأسعار والأسواق عن كثب، نجتمع مع التجار مع إدارة حماية المستهلك دائما من التأكد من الجميع بالالتزام بالأسعار، مطابقة المعروض من المخزون للسلع للاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية. احنا ما نملك أدوات رقابية ولكن نتعاون ونثمن جهود ومساعدة إدارة حماية المستهلك ووزارة التجارة والصناعة والسياحة في التغطي والبحث لجميع الشكاوي اللي تصدر منه أو من الغرفة أو من المواطنين. في البحرين كل شيء متوفر وبكثرة لشهر رمضان، نرجو من المواطنين عدم المبالغة في الشراء، عدم التكتيس. يوجد 8000 نقطة بيع في البحرين، 15% منهم يفتحون على مدار الساعة، وأنا أنصح بالشراء اليومي وعدم التبذير. نعم. رمضان مبارك على الجميع، تقدم بالتهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك إلى جلالة الملك المفدى سمو ولي العهد رئيس الوزراء ولا جميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين الحبيبة. نعم، السيد خالد علي الأمين رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك.